ينشغل هذا الشاب بتلبية احتياجات الزبائن من الماء المصفى والمعقم. انتعش سوق هذه المهنة وشاعت بعد انخفاض مناسيب نهر دجلة وارتفاع نسب التلوث. ثمن زهيد لا يتجاوز 500 دينار مقابل علبة ماء نقية. شهدت الآونة الأخيرة بعد قلة إطلاقات الجانب التركي عكورة في الماء وتراجعا في درجة نقاوته. فتحنا المشروع، شفنا إقبال الناس، قدرنا نطور من هذا المشروع، والحمد لله هسه نشتغل وإقبال العالم علينا كل زين. آلية التصفية، التصفية والتحلية والتعقيم، والتعقيم بطريقة اليوفي يحفظ الماء وراها بغاز الأوزون لمنع الحرارات وقتل البكتيريا. ولاحظ أطباء متخصصون في أمراض الكلى والمسالك البولية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد مرضاهم مقارنة بالسابق، في وقت تسعى دائرة ماء نينوى بكل ما أوتيت من جهد إلى توفير مياه صالحة للاستخدام البشري عن طريق ما متوفر لديها من مواد تعقيم وإمكانيات متاحة. الآونة الأخيرة يعني ازدياد عدد المرضى، خاصة المرضى اللي يعتمدون على مياه الإسالة بالشرب. يعني لاحظنا بالمناطق الشعبية، خلينا نقول، كثرة التهابات المجاري البولية، كثرة يعني التهاب يعني الرمل، الحصو بالكلى، وكثرة التهاب الأمعاء يعني من الإسهام، من الإزواء. لدى مديرة الماء كافة المواد اللازمة لتعقيم المياه ومعالجتها قبل إيصالها إلى المواطن، فلدينا مختبرات منتشرة في جميع أنحاء المدينة، وكذلك لدينا مختبر مركزي في مقر المديرية، كذلك هنالك فحوصات مستمرة من قبل دائرة الصحة وبصورة يومية للماء المنتج. الحمد لله الماء المنتج في مديرية الماء صالح للشرب، وإن شاء الله سنستمر على هذه النهج لحين تجاوز هذه المرحلة. ويلتقط نهر دجلة أنفاسه بصعوبة جراء الملوثات الكثيرة التي ترمى فيه، ما أدى إلى ارتفاع نسب التلوث المائي أيضا بين منطقة وأخرى، لا سيما أن أبرز تلك الملوثات هي مياه الصرف الصحي والتي تنتشر على طوله هنا في الموصل، ويقدر عددها بأكثر من 20 مصبا. ملوثات نهر دجلة في الموصل كثيرة جدا، وهذا يضر بصحة الناس، ولذلك أكثر الناس التجأت إلى هذه المعامل التنقية وإلى المياه الجاهزة. وطبعا المياه الجاهزة هي مياه ينابيع وعيون، ولذلك وأسعارها في متناول الجميع، ولذلك يعني الناس تسعى وتريد دائما الأحسن. من الموصل، محمد طلال، قناة زاكوس الفضائية.